طيب احنا معانا اهو اهالي القرية وعايزين نسمع منهم، يعني انا عايزة اسمع، قول لي يا استاذ رضا يعني ايه اللي بيحصل عندكم، احكي لنا. والله حضرتك هي كانت حرائق بتشتغل. هي بدأت الأول بالمراتب في غرف النوم، وبعد واشتغلت في مكان واحد في بيت واحد، بعد كده الموضوع اتطور لأكتر من بيت اللي هو وأكتر بيت من الحاج شقة، سيد الصيفي اللي اللي هو بيت شفناه الحاج في سيد الصيف الفيديو ده ده. كان أول بيت يولع في القرية. وكانت ده برضو مكانه فين في القرية طيب؟ في أول بيت في القرية، أول شارع، أول بيت في القرية؟ الشارع، أول شارع، تحديدا أول بيت في القرية. أول بيت في القرية، مفيش قدام منه كده مباني، مفيش يعني هو ما منه حولهوش للأرض بيوت؟ الزراعية، لا طب ما جنب دي منه بيوت، هو في شارع دونا عن بقية دونا الأماكن عن بقية البيوت، الأماكن. هو من النوع بيته يعني ما حولهوش بيوت كتير زي بقية البيوت، ما هي جنب بعض أيوه هو نقدر نقول كده. بس. طبعا طيب وإيه كمان؟ اتفضل. بعد كده الموضوع بدأ يكبر، بدأ ينتقل من شقة لشقة في نفس البيت. في نفس البيت؟ يعني هو بدأ تحت بعد كده بدأ فوق، لما المراتب ولعت طلعوها فوق السطوح، ولعت فوق السطوح. طب احنا هنخلي يعني 3 حرايق قاموا في نفس العمارة، في هنقول نفس هو بيت العمارة، بس ايوه، الشقق اللي وبيت فيه اكتر من دور. ده على كام يوم؟ ده على كام يوم؟ ده في يوم واحد، في يوم واحد. في يوم واحد. طب بيشتغل ايه اللي هو الحاج سيد ده الصيفي؟ ناس فلاحين عاديين، ما فلاح يعني في فلاح. الارض وكده. عنده ولاد؟ عنده اولاد. ايه بيدرسوا ولا بيشتغلوا؟ لا برضه في الفلاحة، وعنده برضه ناس عندها احفاد وكده طبعا في حفارات القرى. وحاجات وده كده، بيت مين؟ عمارة مين؟ هو بتاعته الحاج سيد بتاعته الصيفي. والناس اللي ساكنة ولاده، بيته هو، ولاده.